طب بيتجوزوا ازاي بقى من النت؟ وازاي الجواز بيبقى صح وبيبقى محترم وبيكمل؟ معانا بقى نموذج حلو ناجح، اتنين اتجوزوا من على النت، نعرف اتجوزوا ازاي وهي عملت ايه وهو عمل ايه. يلا بينا، احنا معانا ايه تقرير، يلا بينا. انا معتز زكريا، مهندس معماري وبدرس في كليه هندسه، وعندي شركه سفر وسياحه وسفر حوالين العالم كله. منار عبد الفتاح، بشتغل في شركه السياحه برضو معاه، بقينا بنشتغل مع بعض، وعندي براند اسمه ابره خشب، مهتم اكتر بالهوم ديكوريشن وبالهاند ميد. من 2012 تحديدا ما كنتش اعرفه تماما نهائي، شفت بس ايفنت على الفيسبوك لجوله من الجولات اللي هو كان عاملها لشارع المعز، وانا ما كنتش اعرفه خالص، فتشددت جدا ان انا اجي الجوله دي واتعرف عليه. يعني هي عشان جت في ايفنت، في حاجه حقيقيه، فممكن تكون عرفتني اكتر او شافتني على طبيعتي اكتر او شافتني في وسط شغل او في حاجه، فما اظنش ان هي كانت هتحس ان انا بلعب او ان انا بالظبط. فالانجذاب جه بشكل مختلف او جه بشكل يعني هو اساسه نت وسوشيال ميديا، لكن هو اتحول على ارض الواقع. ما كنتش اعرف اي حاجه خالص، هو ايفنت طلع لي على الفيسبوك زي ما كان بيطلع كده، بيطلع يعني ايفنتات بتشوفها على الفيسبوك، ما كنتش اعرفه تماما خالص. انا حد جد شويه، فاللي هو يعني ايه جو نت، ما جاش في بالي خالص، بس النصيب والقدر يعني بيدوس. بيعمل بصري قصدي بيكمل. برايي لا، هي ممكن عادي حاجه تبتدي على السوشيال ميديا او على النت في العموم، او تبتدي في ايا كانت الوسيله. ما هو زي جواز صالونات، اتنين ما يعرفوش بعض، بس لازم ده يتطبق، بيشوفوا على ارض الواقع، يشوفوا بعض كذا مره وهكذا، مواقف هي اللي بتبين. يعني الموضوع من اول ما ابتدينا والاسره دي عارفه والاسره دي عارفه، حتى ولو بوجود الاشخاص دي كدايره صحاب، عندنا ناس كتيره كانوا بيطلعوا معانا في الرحلات، اتقابلوا في الرحلات وهم برضو اتقابلوا على الاونلاين، يعني هم شافوا الايفنت ونزلوا وهكذا. هي بس الصدفه ان انا المين، انا اللي كنت بنزل اشرح نظرا لدراستي ونظرا، فهي جت قابلتني انا شخصيا. بس في ناس كتير اتقابلوا في ايفنت ونزلوا من يعني هنا المحروسه، في ناس دلوقتي كتير بيجوا معانا معاهم اطفالهم زينا، يعني احنا زينا واحنا نعرفهم شخصيا، كانوا من الدايره بقى اللي كنت بس بقول لك عليها، 15 16 واحد اللي بيتقابلوا كل اسبوعين، كل 10 ايام، كل كذا، هم دول منهم كتير اتجوزوا دلوقتي. لازم اشوفه، لازم يعني، مش لكن في فكره من الهوا كده لا، ما ده طبيعي، ده اللي احنا عملناه احنا كاشخاص، واهالينا عملوه معانا، مش انا بمجرد قعدتي في شات من غير ما اشوف انطباعات البني ادم اللي قدامي واشوف رياكشناته وننزل ونحتك في مجموعات. انا مصر على انها في مجموعات اكتر من اتنين لوحدكم، مش فارق معايا خالص، يعني مش ده المطلوب، ان انتوا تنزلوا اتنينات اكتر من ان انتوا تخرجوا في مجموعات. عيشوا مواقف حقيقيه، البني ادمين بتبان جدا بالمواقف، سواء بقى مواقف حلوه وحشه، بتبين معادن الاشخاص اللي قدامنا. وبعدين مش كل حلو بيبقى بيمشي معانا، ممكن يبقى حلو بس طريقته بتفكيره بطباعه مش معانا، فده بيبين البني ادمين، الكلام الكتير والمواقف والخروج، فشوفوا البني ادمين على حقيقتها، يعني ما تنبهروش باللمعه الاولانيه، يعني لان الجواز والخلفه والدنيا دي كلها لا، محتاجه يكون في راجل بجد حقيقي يعني، ست حقيقية برضه.